اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايمه. سفرتي النهارده سفره صعبه، كل دايما سفره بعملها بقول لكم عايزين نعمل سفره سهله سريعه ما تاخدش وقت. انا النهارده عايزه اعمل وصفه تعملوها في ويكند، تعملوها وانتم ما عندكمش شغل وانتم مش وراكم حاجه وانتم فاضيين كده عشان تعملوها حلو. النهارده عندي وصفه بناكلها بره فيها تريكات كتير جدا، عايزه ست بيت شاطره تطلعها وتكون بتحب المطبخ تعمل الحاجه بهدوء، مش حد عايز يستعجل ويتسربع ويعمل وصفة سريعة. وصفة بتاخد وقت، فيها كذا حاجة، فيها كذا تركة محتاجين نتكلم عليها بتفاصيل عشان تطلع معانا زي بتاعت برا. هعمل معاكم النهاردة وصفة المندي اليمني، وصفة حلوة قوي بناكلها برا وبنستغرب هو ليه الرز بتاعهم طالع لون شوية أصفر وشوية أبيض وشوية لون برتقاني كده، ليه الفراخ بتاعتهم مدية لون حلو قوي من فوق وفي نفس الوقت في ناس بتضيف لها لون وناس مش بتضيف لها لون، ليه في صوص على جنب كده بتاع الطماطم حلو قوي جانبي بس مش زي الصلصه بتاعتنا. كل ده هنقول مع بعض النهارده في الحلقه دي. وصفتي النهارده وصفه زي ما بقول لكم وصفه بتاخد وقت وبتحتاج تركيز وبتحتاج نصبر على الحاجه ونعملها بكل تفاصيلها، ما نشيلش خطوه، يعني ما نقولش مثلا لا الخطوه دي احنا نستبعدها، لا مش هتنفع. المندي بتحتاج التفاصيل كلها تتعمل والوصفه تتعمل بالراحه وبهدوء. قسمتها معاكم تقسيمه حلوه قوي، الدجاج لوحده وعندي كمان الرز لوحده وعندي صوص الدكوس اللي هنعمله مع بعض لوحده. عندي المندي اليمني، عندي الدجاج، عايزه فروج اصغر فرخه ممكن تجيبوها هاتوها، عندكم بقى 1000 جرام 1200 جرام ده الماكسيمم، ده اقصى حاجه تجيبوها، يعني مش عايزينها تطلع مثلا 1600 2000، مش عايزين فرخه تخينه، احنا عايزين فرخه صغيره، يعني اللي انا جايباها دي كبيره شويه عايزاها كمان تبقى اصغر. كل ما تبقى فروج يعني فرخه صغيره، فرخه بيبي كده صغيره، كل ما تبقى افضل. التتبيله بتاعه الفراخ بتاعتنا، عندنا رشه زعفران او بودره زعفران، يا زعفران فريش يا بودره زعفران. لو تسالوني ايه الافضل، الزعفران الفريش هو اللي هيدي اللون الافضل. 2 معلقه لون احمر، ربع كوب زبده، ربع كوب ميه دافيه، نص معلقه صغيره جنزبيل، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره ثوم بودره، ملح وفلفل. ده كده الدجاج. الرز بتاعنا عباره عن 4 كوب رز باكستاني اللي هو بيكون يعني لو لقيته علبه مكتوب عليها بسمتي للمندي ده يكون افضل نوع تجيبوه، لو ما لقيتوش وفي رز البسمتي العادي مفيش مشكله، بس هو المندي بيبقى الرز بتاعه احلى نجيبه اللي هو بتاع المندي اللي هو الباكستاني. عندي 7 كوب ماء ساخن، وهنقول ليه مش 8، ليه مش الضعف. 2 معلقه صغيره ملح، عود قرفه، 3 حبات ليمون يابس اسود، 3 ورق لورا، 6 حبات هيل، 6 حبات قرنفل، ربع كوب زيت. عندي فحم هدي ريحة للرز بتاعي بيه في الآخر، ممكن كمان استخدم مع الفحم ده سمنة أو لية. صلصة الدكوس اللي هي بتكون الطبق الجانبي للطبق اليمني الجميل ده بتكون عبارة عن ايه؟ عندي 1/2 كيلو طماطم مكعبات كبيرة، كوب كزبرة خضراء، ملح وفلفل، عصير 1/2 ليمونة، 1/2 فص ثوم، معلقة هريسة كبيرة لو ما فيش أطفال، لو في أطفال نشيل الهريسة وبرضه هتدينا طعم حلو. أول حاجة هعملها دلوقتي معاكم إن أنا هجهز الفراخ بتاعتي، هجهز اللون بتاع الفراخ بتاعتي والتتبيلة بتاعتي عبارة عن إيه. عايزين نعمل الوصفة دي كده، عارفين انا من بحب اعمل وصفة حلوة بشغل فيروز واقعد في المطبخ اعمل وصفة كده تخليني كأني بعمل ريلاكسيشن كده لنفسي، هدوء لنفسي اكتر علشان اطلع الوصفة براحة خالص. شوفوا ايه الحاجة اللي بتخليكم هادين واعملوا الوصفة دي بروقان، لان الاكلات اللي هي بيبقى فيها كذا طبقة بتكون محتاجة كده حد مزاجه رايق. عندي السكينة، ابتدي افتح الفراخ بتاعتي فتحات صغيره، غسلت الفراخ دي كويس قوي قوي بدقيق
نزلت كل الزفارة اللي فيها، دعكتها بدقيق، وبعدين اديتها ملح وخل بسيط، مش عايزه طعمها يبقى خل قوي، ومش عايزاها تبقى ناشفه. الفراخ دي بتطلع طريه وبيبقى ليها لون هايل، مش زياده في التسويه، هي اللون بتاعها اللي احنا هنشوف دلوقتي هنعمله ازاي. نقعتها شويه صغيرين جدا، بعدين غسلتها كويس جدا وصفيتها من الميه بتاعتها كويس جدا جدا جدا، عشان دي مش هتتسلق، دي هتتشوي، وهتتشوي بطريقه الضغط، بطريقه البخار، فلازم ناخد بالنا ان هي تبقى طريه كده وما فيهاش نشفان من اي اتجاه. الفرخه دي بالنسبه لي كبيره، بس ده اللي انا لقيته النهارده، لو اصغر يبقى افضل ليكوا جدا. هتفتحوا الفراخ كده فتحات صغيره، دي اهو اول خطوه، فتحت الفراخ اهو، وتكون مغسوله كويس جدا، دي اهم حاجه. وبعدين عندي باخد الميه دي بحط عليها الزعفران. لو انا بقى الزعفران بتاعي فريش هعمل ايه؟ هحطه في الميه طبعا، وبعدين هروح مصفيه ده بمصفه الزعفران من فوق في كوبايه او اي حاجه، علشان ميبقاش عندي زعفران نفسه. انا بستخدم ليه الزعفران؟ بستخدم بس عشان اخد لون. وبعدين عندي الزيت، عندي اللون الاحمر، اللون ده اختياري، ممكن حد يكتفي بالزعفران بس مفيش مشكله، اللي مش بيحب الوان ما يحطش غير الزعفران بس، بس يسيبها في الميه بتاعت الزعفران مقدار الميه، والزعفران الفريش او البودره يسيبها شويه عشان اللون يغمق شويه ويتظبط. عندي الجنزبيل والثوم البودره، عندي البابريكا، عندي الكركم، كل ده بيدي اطعمه كده مع بعض حلوه قوي. التتبيله بتاعتهم ما فيهاش زعتر، ما فيهاش روزماري، ما فيهاش بصل، هي بتعتمد على الالوان اكتر، وطعم هادي جدا، كانكم بتعملوا فراخ روستد مضغوطه في الفرن كده، نفس الفكره بالظبط. هنقلب كل ده كويس قوي كده، وديته رشه ملح وفلفل. انا بحب اللون يكون واضح، يكون غامق، لو حد حبه يكون اورنج فاتح هيكتفي بالزعفران، حابب ما يحطش الوان خالص هيكتفي برضو بالزعفران، عشان في بيوت ما بتحبش تستخدم الالوان، فانا بحب اديكم بديل، اللي مش حابب لون يكتفي بالزعفران. باخد الفرخه وبحطها في التتبيله، وبسيبها في التتبيله لحد لما اجهز الرز بتاعي. طبعا اكيد اخدتوا بالكم في ثانيه لونها اتغير، كل ما نسيبها في التتبيله شويه، عشان التتبيله دي خفيفه جدا، مش تتبيله فيها بهارات شديده، تتبيله خفيفه، فعايزينها ايه، تقعد في التتبيله نص ساعه ساعه في التلاجه مثلا، على الرف كده بتاع التلاجه، مش اقل من نص ساعه عشان تمسك فيها. انا كده تبلت الفراخ بتاعتي، دي اول طبقه في المندي. هطلع فاصل وارجع لكم نعمل باقي كل التفاصيل بتاعته، استنوا. ورجعت لكم بعد الفاصل، وتبلنا مع بعض المندي من شويه، ووريتكم تبلناه ازاي ولونه بقى اورنج ازاي، لونه بقى تحفه. الفراخ بتاعتي حابه تشوفوها كده، لونها خطير، جاهز كده ان هي تدخل الفرن تاخد اللون الاورنج المميز بتاع المندي اللي بنشوفه بره وبنستغرب هو طالع ازاي. قلنا يا هنعمله بزعفران، يا هنعمله بلون طعام العادي اللي متعودين عليه اللي بنلون بيه الاكل. مش حابين اللون، هنعمل الكوبايه الميه ربع كوبايه، هندوب فيها الزعفران الفريش، هنحطه يدينا اللون ربع ساعة كده، نسيبه بس يمسك في المية يدينا لون حلو، نصفيه بمصفى وناخده على باقي التتبيلة تعمل معايا المكون بتاع التتبيلة الحلوة دي. دلوقتي عندي الرز بتاع المندي، عندي الرز البسمتي، الرز ده اتنقع نص ساعة في مية، واتغسل كذا مرة لحد لما بلاقي اللون بتاع النشا بتاع الرز بقى اللون بتاعه رمادي فاتح خالص، شايفة المية اكتر ما انا شايفة النشا من فوق. لما بغسله كذا مرة بنزل النشا اللي جواه، فبظبط التسوية بتاعته، عايزينه يكون طري. التسوية بتاعت المندي كلها في الفرن، مش زي مثلا البشاميل بنجهزها في النار وبعدين ندخلها الفرن، لا هي دي كلها في الفرن. فعايزاكم تظبطوا معايا الحتة دي بالذات، ان انتوا تغسلوا الرز كذا مرة لحد ما تلاقوا المية بتاعته نظيفة جدا، ف
فاتحه جدا، ما فيهاش اي لون رمادي، ما فيهاش اي لون نشا، ما فيهاش اي لون بودره كده من فوق، انا شايفه لون ميه نظيفه جدا. ساعتها بقى بعمل ايه؟ بجيب الرز كده بحط عليه قرنفل، ورق لورا، معلقتين من الملح، عندي الهال بتاعي، الهيل او الهال، وعندي زيت من السمنة، وهنقول ليه برضو زيت من السمنة، وعندي قرفة، وعندي بقى الليمون ده. الليمون ده هو اللي بيدي الطعم المميز جدا للوصفة دي، مينفعش نستغنى عن ده، الليمون الاسود المجفف ده. المندي لازم بيتحط فيه الليمون، ولازم الهيل، ولازم القرنفل، ولازم القرفة، عشان يدوا للرز طعم حلو. بحط عليهم مية سخنة، المفروض ان انا حاطه دلوقتي مقدار حوالي 4 كوبايات رز، المفروض ان انا احط 8 كوبايات مية على الاقل، علشان ده رز بسمتي. انا حاطه 7 بس، لان انا هحط الفراخ هتستوي فوق الرز، فمش هينفع، هي لسه هتنزل لي سوائل وميه، لو انا حطيت ده الرز هيكلكع، فانا هعمل حسابي في كوبايه من الدهون والميه اللي هتنزل من الفراخ، فاظبط التسويه بتاعت الرز. يبقى انا عندي دلوقتي عملت ايه بالنسبه للرز؟ غسلته كويس قوي لحد لما اداني الميه الفاتحه مش ميه غامقه، اتاكدت ان هو نضف كويس جدا، بعدين صفيته كويس قوي من الميه بتاعته، بعدين جبت برام غويط او اي حاجه غويطه بتاعت فرن زي اللي عندي دي، ولو حاجه فخار كمان يبقى شكلها احلى وتكون حلوه كمان اكتر في التسويه. اديت له القرنفل والليمون الاسود المجفف وورق اللورا والهيل بتاعي والملح والقرفه، وبقلب كل المقادير دي كده مع بعض، وانا مقسمه لكم المقادير، الدجاج وبعدين الرز وبعدين الصوص الجانبي عشان ما تتلخبطوش وانتوا بتطبخوا الوصفه دي. المفروض ان انا بسيب ده كده مع الميه السخنه ياخدوا طعم بعض ربع ساعه، وبعدين بنعمل مع بعض الخطوه بتاعه التسويه. سخن فرن بقى على 200، من 190 ل 200، وبتقعد من 35 ل 40 دقيقة تستوي هي والرز. حد بقى دلوقتي اكيد هنسأل نفسنا، لما بنشتري رز المندي بنلاقي جزء منه اصفر، جزء ابيض، جزء اورنج، بنلاقيه ملون، هل هما بقى بيقعدوا يلونوه واحدة واحدة؟ اكيد لا، هما بيعملوا ايه؟ هما بيسووا الرز فوقيه طبقة فويل او شبكة، والفراخ بتبقى فيها لون، بيبقى فيها لون الزعفران او اللون الاحمر، بتقعد تنزل لي على الرز لون شويه هنا مع شويه من اللي مش واصل لها لون، فبتعمل لي للرز ميكس الالوان اللي كلنا بنشوفه وبنحبه وبيفتح نفسنا جدا. هشيل كل مقادير الرز وارجع لكم بعد الفاصل ده على طول، نشوف بقى طريقه تسويه المندي ونعمل صوص الدكوس ونقدم طبق حلو قوي. استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل، ويلا بقى نعمل مع بعض دلوقتي طريقة تسوية المندي. هنسخن الفرن على 180، وهنعمل ايه واحنا بنسخن الفرن؟ هنكون مجهزين صينية فيها مية قد الصينية اللي احنا مدخلينها، ندخلها في الطبقة اللي تحت، هنحط المندي في النص وصينية فيها مية تحت في الطبقة اللي تحت، عشان تعمل لي بخار كتير في الفرن فأعمل الروستد أو الضغط بتاع التسوية. يعني احنا مش هنسوي تسوية عادية، احنا هنسوي تسوية بالضغط، بديله 3-4 طبقات من الفويل. كل ما نكتر من الفويل كل ما التسوية بتاعة المندي هتطلع مظبوطة اكتر، الضغط هيبقى احسن فهيطلع طري اكتر ومستوي اكتر.
بحط 3-4 طبقات من الفويل، وهوريكم هنعمل ايه دلوقتي. هعمل كده واحط كمان طبقة أخيرة. أنا ليه بكتر؟ عشان أنا هحط الفراخ في النص، فمش عايزة الفراخ تاخد يعني تنزل تغطس تحت، أنا عايزة أعملها طبقة تكون موجودة في النص بس برضو ما تغطس في الرز. أنا كده قفلته كويس جدا جدا جدا، أتأكد كويس إن أنا قفلاه كويس جدا جدا، كأني عايزة حد يتخنق ما يبقاش متنفس خالص، علشان عايزين التسوية هي اللعبة بتاعة المندي كلها في تسويته، مش في المقادير بتاعته، مش في الطبخة بتاعته، هو انه يطلع مظبوط عامل زي الديك الرومي في صعوبة التسوية بتاعته. بس كده. بعدين عندي سكينة باخدها بنزل بيها لتحت اعمل اخرام كده للرز بتاعتي. بخرم ليه الرز؟ عشان عايزه الفراخ تنزل لي لون على الرز، فالمندي يطلع لون الرز بتاعه جزء اصفر جزء احمر جزء اورنج جزء ابيض، مش عايزه الون الرز، عايزه الفراخ هي اللي تلونهوني بطريقه عشوائيه فيطلع زي بتاع بره. اتاكد بس ان كل طبقات الفويل متخرمه عشان تسمح للفراخ بالنزول الدهون بتاعتها اللي هتكمل تسوية الرز واللي هتلونه. بعمل ايه بقى دلوقتي؟ بغطس الفويل كده شوية. انا كده دلوقتي عملت طبقة بجهز الفويل ان انا احط له الفراخ بتاعتي، وبحط الفراخ بتاعت المندي كده فوقيه. شايفين اللون الجميل؟ لونها جميل جدا. وبنزل طبعا بباقي التتبيلة، اكيد مش هسيبها. وبعدين بعمل ايه بقى تاني؟ تخيلوا انه بنحط فويل تاني، عشان اكيد وش الفراخ ده مش هنفضل سايبينه من الاول للاخر 40 دقيقة كده مفتوح، احنا عايزين اللون، عايزينها تبقى مستوية وطرية وفي نفس الوقت لونها حلو. فهعمل ايه؟ هدخلها الفرن 40 دقيقة، منهم 5 دقايق بس في الاخر تحت الشواية على 190-200، بدخلها يعني يعتبر 35 دقيقة، منهم 5 دقايق بس تحت الشواية، تديها بقى اللون الذهبي الجميل وتكون جميلة جدا. عندي 3 طبقات فويل، بجيبهم كده واحطهم بقى على طبقة الفراخ، وبخرم برضو الطبقات دي حاجة بسيطة عشان البخار اللي هيطلع من المية اللي هتبقى تحت في الصينية اللي تحت. عايزاكم تتخيلوا معايا عملية التسوية كويس. بصوا دفنا حد يعني. هي كده مكتومة جدا، كده هي كويسة جدا جدا جدا، هي كده جاهزة تدخل الفرن. بخرم برضو من فوق كده حاجة بسيطة عشان البخار اللي هينزل من المية اللي هدخلها تحت يسويها بقى بطريقة الروستد، تخليها تتضغط كده فتطلع طرية. اجي في اخر 5 دقايق اشيل الفويل ده واحمر الوش بتاعها بالشواية. كده هدخلها على 200، هتقعد 35 دقيقة بالمنظر ده، بتدخل هي في النص متكفنة كده بالفويل، ملفوفة كويس قوي، مضغوطة كويس قوي، وبيبقى تحتيها كمان صينية فيها مية مغلية. المية المغلية دي تقعد تتبخر، ترفع لي البخار لفوق، تسوي لي الفراخ، تخليها طرية جدا. اجي في اخر 5 دقايق اشيل الفويل واحمر الوش بتاعها بالشواية. دي طريقة التسوية. بس كنت بسوي حاجة في الفرن فمش عايزة افتح عليها دلوقتي، بس انتوا هتدخلوها على 190-200، هتدخلوها 35 دقيقة، اخر 5 دقايق هتشيلوا الفويل بتاعها وتخلوها تحت الشواية تاخد اللون الذهبي اللي كلنا بنحبه. عندي دلوقتي سلطة الدكوس. سلطة الدكوس دي سلطة ايه؟ عارفين لما بناكل الفطاير اللي هي المكسيكية بيبقى فيه سلطة كده جنبيها او صوص احمر، هي حاجة شبيهة ليها، بتبقى بتبرد شوية الطعم بتاع
المندي والتوابل بتاعته والرز كأنها سلطة بلدي، هنعتبر ان هي زي السلطة بتاعتنا شوية. عندي توم فريش، عندي طماطم مكعبات، وعندي توم مفروم، وعندي هريسة. الهريسة دي بقى طبعا بتشطشط الصوص ده بتخليه تحفة، بس ده لو مفيش أطفال. عندي كزبرة، عندي ليمون اللي يديها بقى الطعم المزز الحلو. أدي للخليط ده رشة ملح وفلفل، واضربه كويس قوي لحد ما يقلب معايا صوص شوية. لحد لما تبقى الطماطم داخلة في الكزبرة في الليمون في الملح في الفلفل، تبقى صوص واحد طبقة واحدة كده. هي تمام. هطلع فاصل بقى اجيب النسخة بتاعت المندي وارجع نقدمه مع بعض. استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل، والمندي بتاعي طالع لونه خطير. بصوا بقى جمال اللون بتاعه، اللون الاورنج الفاتح، والتسويه الهاديه مش متحروق، طري، البخار بتاع الميه طلع مع الضغط بتاع الفويل، خلاها تكون مستويه حلوه قوي، طريه وفي نفس الوقت مستويه، واللون بتاعها مظبوط. ادينا لها 5 دقائق تحت الشوايه، وقعدت 35 دقيقه في الفرن، يعني توتال التسويه مجموع التسويه كله 40 دقيقه. اشيل بقى دلوقتي الفراخ وابتدي اشتغل على الرز. هعمل فيه ايه؟ وعندي اهو الصينيه بتاعت الميه، ينحطها كده، يعني ينحط الميه وجواها البرام، يا نحط البرام في النص وتحتيه خالص في الفرن الصينيه دي بالميه بتاعتها. عندي ايه تاني؟ باخد بقى دلوقتي الرز بتاعي اهو، بصوا اللون شويه اصفر شويه ابيض من الفراخ، طبعا نزلت له لون قوي جدا. بعمل له ايه بقى؟ المفروض ان انا يا بيكون عندي ليه، الليه دي بعمل بيها ايه؟ عندي فحم سخن، وعندي الليه المفروض بقعد اسويها كده في طاسه لحد ما تنزل لي دهون خالص تكون جاهزه. باخدها احط عليها فحم واحطها كده على الحله او البرام بتاع الرز. ما عنديش ده بعمل ايه؟ باخد الفحم اهو على سمنه لو ما عنديش ليه، وبضغط على الرز باي غطا بقى واسيبه بقى. المفروض ان انا اسيب الخليط ده كده ربع ساعه مثلا. يبقى احنا بعد ما بنطلعها بنسخن فحم، يا بنحطه مع ليه استوت في طاسه نزلت الدهون، ونروح حاطينه في طبق الدهون بتاعتها كلها في طبق وفي نصها فحمايه، فتعمل لي البخار ده بريحه الليه بتكون خطيره. ده لو حد حابب كده. ما عندناش ليه هنعمل ايه؟ هنعمل ده بالسمنه. هنحط فويل ونحط مكعبين فحم سخنين ونحط عليهم سمنه، وبعدين ندخلهم ونغطي عليهم كده على البرام بتاع المندي علشان يدي للرز طعم الفحم. بتكون ظريفة جدا. بنديها بقى 10-15 دقيقة تاخد ريحة الفحم، وبعديها نبتدي نقدمها. انا طبعا عشان وقت البرنامج مش هعرف اسيبها الوقت ده كله، انتوا هتسيبوها تقعد فيه شوية حلوين علشان تديكم اللون والريحة اللي انتوا عايزينها. سيب دي جنب الفراخ كده تديها ريحة لحد لما أخلص، وابتدي أقدم معاكم الرز كده. بصوا بقى من غير تلوين الرز نفسه، الرز واخد كذا لون معايا، واخد أصفر على أبيض على أورنج، الميكس هايل جدا. ريحة الرز مع القرفة، يعني الريحة خطيرة بجد.
هنفرتك احنا الوصفة دي على طول اول لما التصوير يخلص. ملوناش حاجة، الفراخ نزلت لونها. قلنا بعد ما خلصنا خلط كل مكونات الرز وقللنا من مكوناته كوباية مية عشان الفراخ لسه هتنزل مية، عملنا فويل 4 طبقات وغطيناه كويس جدا وحكمنا القفلة بتاعته كويسة جدا، وبعدين خرمناه عشان نسمح للفراخ تنزل باقي دهونها وميتها على الرز فتكمل التسوية، وفي نفس الوقت تديني الألوان اللي أنا عايزة أوصل لها دي زي ما انتوا شايفين. وبعدين حطينا الفراخ غطسناها كده عملنا لها زي قاعدة وبعدين حطيناها، وبعدين حطينا لها فويل تاني حوالي 3 طبقات وخرمناها هي كمان كم خرم بسيط، وحطينا لها المية المغلية في التسوية عشان تضغط معايا الفراخ فتخلي الطعم بتاعها مظبوط. بصوا جمال اللون، يعني طبق يتعمل كده في عزومة، طبق خطير وعامل زي بتاع برة، ما أخدش أي وقت وكله في الفرن ما فيش أي تسوية على النار، ودي من أحلى الحاجات اللي أنا حباها في المندي، إنه آه في كذا خطوة بس في الآخر هو كله في الفرن ما فيهوش تفاصيل صعبة في التسوية على النار. يا رب النهاردة تكون الوصفة بتاعتي مختلفة، تجربوها وتقولولي رأيكم على السوشيال ميديا، وتستنوني في حلقات جديدة من سفرة دايما. شكرا.